دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب مع هذه الانطلاقات المميزه هنا وتواجد شعارات ابناء القبائل التي تزين ارضيه الميدان الذكي تحفه ميادين السباق، ميدان المرموم لسباقات الهدن العربيه الاصيله، ومع انطلاقه الشوط الخامس عشر الخاصه بفتى الابكار الاجذاع المحليات الاصايل مسافه الست كيلومترات الحاضره مع هذه التحديات والانطلاقات. السياره في الانتظار، الناموس في الانتظار لمن بين هذه الاسماء والشعارات العملاقه. نسير مباشره الى مقدمه الشوط الى جباره مبارك بن محمد بن سالم بن جهويل بمتابعه المضمر صالح بن محمد بن جهويل، من ياتي هنا على المركز الاول مع انطلاق جباره. المركز الثاني من الجانب الايمن مشكوره للسيد سعيد بن محمد بن دري المنصوري، يتواصل على مستوى المركز الثاني، ولكن هنا اتابع التسللات الانطلاقات الجميله والمميزه من جميله راشد بن احمد بن عمهي المنصوري، من غير الامور وانطلق بمسار وتحديات المركز الاول. المركز الثاني كما ذكرنا شعار بن جهويل مع جباره، والمركز الثالث مياس لسيد راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي. المركز الرابع مشكوره لسيد سعيد بن محمد بن دري المنصوري، والمركز الخامس وصلت ثمينه علي بن حميد بن فايل بن حميد الزرعي على المركز الخامس. المركز السادس الشاهنيه بخيت بن محمد بن غنام الهاملي، والمركز السابع وصلت الان وتقدمت سمحه اهلال بن بطي بن محمد الاغفلي، وصل شعار المهندس هنا على المركز الثامن. المركز التاسع هملونه محمد بن عبيد بن محمد بن ملفي المزروعي، والمركز العاشر ام التاسع هنالك شعار بن غالب المنصوري. يتقدم هذا الشعار المميز وايضا القادمه ملامح جمعه بن علي بن رحمه الدرمكي، بدا يتقدم الان على المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الاعزاء للعشره المراكز الاولى. نعود بحضراتكم الى الصداره، الى المقدمه، الى الانطلاقات الاولى، والسياره في الانتظار والناموس في الانتظار في ختامي الختاميات، ختامي المرموم 2017، المقدمه والصداره، الانطلاق الاول، التحديات الاولى جميله بهذا الاداء المميز، جميله لسيد راشد بن احمد بن عمهي المنصوري، من يسيطر كل السيطره على المقدمه وعلى الانطلاقات الاولى ويقود هذه المسيره قياده موفقه وقياده حكيمه على المركز الاول. المركز الثاني احد الشعارات المميزه في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة جبارة، مبارك بن محمد بن سالم بن جهويل المري، يصل على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت ملامح جمعة بن علي آل رحمه الدرمكي، يتقدم مع انطلاق ملامح. المركز الرابع شعارك يا بن بطي اهلال بن بطي الاغفلي ابناء اللبسة، يتواجدون هنا على المركز الرابع مع تقدم سمحه اهلال بن بطي بن محمد الاغفلي. المركز الخامس، خامس التحديات والانطلاقات، اتابع هنا عن قرب الشعارات المميزه والشعارات العملاقه التي بدات تتقدم الان. وصلت هملولة محمد بن عبيد بن محمد بن ملفي المزروعي، وصل على المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الأيمن مشاهدينا متابعينا الكرام، يا سلام، مشكورة سعيد بن محمد بن دري المنصوري، وصل شعارك يا بن دري أيضا القادمة والمتقدمة الشاهنية بخيت بن محمد بن غنام الهامري، وصل شعارك الهامري. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى التحديات الأولى، إلى التغيرات التي طرت وجرت على المقدمة. الله
الله الله بن جهويل بن جهويل بدأ يتحكم بقيادة هذا الشوط. مبارك بن محمد بن سالم بن جهويل المري. من يقدم لنا جبارة على المركز الأول بينما المركز الثاني وصلت أيضا ملامح جمعة بن علي آل رحمه الدرمكي على المركز الثاني. المركز الثالث مشكورة من الجانب الأيمن سعيد بن محمد بن دري المنصوري الله يا بن دري على المركز الثاني واثنين كيلومتر. ما يفصلنا عن خط النهاية، ما يفصلنا عن الناموس والتحديات هنا، الانطلاقات المميزة، المركز الرابع، الوصول والانطلاق مع هملولة، محمد بن عبيد بن محمد بن ملفي، المزروعي بدأ يتقدم الآن، المركز الخامس، الانطلاق مع تواجد الشاهنية، بخيت بن محمد بن غنام الهاملي، أيضاً القادمة هملولة، هملولة يا هملولة، تقدمت الآن، أيضاً وصول شعار بن غالب المنصوري، سهر السيد راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، والقادمة مذيار دغاش بن محمد العامري. من يقدم لنا مذيار وصول شعار المسند يتقدم الآن مضايا عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف المسند المهندي وصل شعارك المسند أيضا رجل الخطوط النهائية يتقدم مع مغثة مبارك بن أحمد بن مايد الخيري وصل المميز بدأ يتقدم الآن أبو أحمد القادم له الخبرة في الأمتار الأخيرة 1200 ما يفصلنا عن خط النهاية عن الناموس عن الفوز والانتصار والصدارة هنالك مع ملامح جمعة بن علي آل رحمه الدرمكي 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 بدأ بالمغادرة الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير ولكن ممثل الخور شعارك المسند على المركز الثاني. مضايا مضايا عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. المركز الثالث القادمة مذيار دغاش بن محمد العامري وصل مع مذيار تقدم شعار الفيلسوف شعار رجل الخطوط النهائية المميز المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيري الله الله. بدأت التحديات بدأ الانطلاق المميز الدرمكي الدرمكي المسند الخيالي بن حمدون على المركز الثالث ولكن الدرمكي الدرمكي المسند المسند أبناء الخور ممثل الخور وصل هنا على المركز الثاني ولكن ما لها إلا المميز 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 10/10 يا رجل الخطوط النهائية يا رجل الأمتار الأخيرة أبو أحمد مبارك مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي رجل الأمتار الأخيرة سلام سلام للمميز سلام الله الله مذيار 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 ولكن مغثة مغثة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي هذا المميز يأتي بهذا الناموس المميز. المركز الثاني مذيار للسيد دغاش بن محمد العامري وصلت في الأمتار الأخيرة والمركز الثالث مضايا للسيد عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف المسند المهندي والمركز الرابع الشاهني محمد بن حمد بن حسن الصيعري والمركز الخامس وصلت على المركز الخامس ملامح جمعة بن علي الأرحمة الدرمكي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام 9 دقائق 9 ثواني 9 أجزاء من الثانية توقيت مميز وأنت مميز يا أبو أحمد مبارك بن أحمد بن ماي الخيالي المميز من يأتي بهذا التوقيت المميز 3 تسعات بينما المركز الثاني وصلت المركز الثاني 9 دقائق 10 ثواني وجزءا واحدا من الثانية هو توقيت مذيار دغاش بن محمد العامري المركز الثالث ثالث التحديات. تهانينا وناموس لمالك مضايا عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف المسند المهندي 9 دقائق 10 ثواني 6 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس.